تعالوا نشتغل في طبق المهلبية بتاعنا. مهلبية زيها زي الرز بلبن، وانا من عشاق الرز بلبن، بس الرز يكون مستوي جامد، لما اجي اكله ما احسش بطعم الرز تحت اسناني، بس احس في رز في الرز بلبن مش بحبه، ما بحبش اكله، بحس ان انا باكل رز عادي. مقادير المهلبية على الشاشة: نشا، حليب، مقادير كلها جنب بعضيها، الله ينور، عينيا وجوز الهند وسكر فانيليا وزبيب. حلو الكلام. ومعانا نوعين من جوز الهند، ناعم وخشن. اول حاجه هنعملها هناخد طبعا الحليب بتاعنا ده يتغلي، المقادير زي الفل، صورها بتليفون: حليب، نشا، سكر، جوز الهند ناعم وخشن، وزبيب وفانيليا وسكر. ممكن تحليها بعسل زي ما انت عايزه. اول حاجه الحليب معانا والسكر. الحليب هنا جاهز، بحط له تاني شويه نشا كده بسرعه. انا بعمل ايه بقى في جوز الهند؟ باخد جوز الهند الحلوه دي كده، دي رقائق او بسموها دوفر، يعني لما نروح عند العطار نقول له جوز الهند دوفر. دوفر يعني ايه؟ يعني تبقى شرايح زي دي كده. اهو اهو، شفتوا المهلبيه؟ مهلبيه بجوز الهند، لازم جوز الهند يا عم الشيف يغلي مع المهلبيه. انا كده المهلبيه دي لطيفه. هعمل ايه بقى التركيه؟ معايا مكعب زبده كده بحطه. الله الله عليك الله عليك، واشيل ده من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت المهلبيه، اغرفها. حاضر. نعم يا غالي. والله انا بحط مكعب زبده مع المهلبيه، بزيد من القيمه الغذائيه بتاعتها، لان المهلبيه دي الاطفال بيحبوها وبيحبوا ياكلوا منها، لانها سريعه المضغ، سريعه كده، بتبقى لطيفه وحلوه، وانا بحبها من صغري. بس جوز الهند كمان بعشقها، حلوه للشعر، حلوه للبشره. نعمين. حاضر. هنغرف المهلبيه دي كده اهو، ونزينها بقى بشويه مكسرات، انت وجيبك يعني. من الاخر معانا اربع كاسات حلوين، اللهم صل على النبي، نحطهم هنا كده. يلا اهو، ومعانا جوز الهند ناعمه، ومعانا زبيب، ممكن نحط قرفه لو انت حابه، مفيش اي مشكله. ممكن نحط فانيليا، دي فانيليا مثلا. حلو، بسرعه كده بقى عشان نغرف، عشان وقتنا خلص، اللهم صل على النبي. الله، بهدي لك شويه مهلبيه يا شفيق. بص ايه الجمال والحلاوه دي بقى. دي بقى لما تسيبها تبرد، شفت القوام ده مطلوب، تسيبها تبرد في الثلاجه طلعها تلاقيها لطيفه. تتحكمي في القوام بتاع المهلبيه وهي على النار، لازم تغلي قدام عينك زي البشاميل كده، لازم يغلي قدام عينك، عشان في حاجات من اللي هي بتاخد نشا او بتاخد دقيق بتسيبيها بعد كده وتلاقيها اتجمدت معاك، بيبقى شكلها وحش قوي على فكره. بشاميل لما يكون تقيل ويتجمد، او المهلبيه او الرز بلبن. جواه جوز الهند الضوفر مغلي، تلاقيه طري وزي الفل، مش هتحس بيه، طعمه يبقى لطيف وحلو. الله الله الله. حاضر، اجيب لك شويه. تسلم ايدك يا عم الشيف. مهلبيه حاجه سهله وبسيطه، ولكن لازم ان احنا نعملها بخبره طهويه. شويه زبيب حلوين، الزبيب لما ينزل على المهلبيه وهي سخنه بيطرى، خلي بالك، ولازم الزبيب ده يتغسل بميه ساقعه. ما تاخديش الزبيب من الكيس بتاعه وتحطيه على طول في الحلويات، ده مهم جدا على فكره، ممكن يكون فيه ماده حافظه. لازم تنقع الزبيب في ماء بارد قبل استخدامه. معلومة غير معلومة بقولها من خلال عمل المهلبية أو أم علي، أو بنعمل أي شيء بالمكسرات داخله زبيب، بنشتري الزبيب من أي مكان، ده يقول لك من البلد الفلانية أيا كان، لازم الزبيب يتنقع في مية باردة، أي مية من التلاجة أو مية من الحنفية قبل استخدامه.